اهلا وسهلا بكم مشاهدينا مشاهدي تلفزيون اليوم السابع. نحن الان على احد مقاهي محافظه الاقصر. زي ما انتم شايفين امامنا احد الافواج السياحيه من دوله الهند قدموا الى المحافظه من اقصى الشرق للاستمتاع بسحر الحضاره المصريه القديمه، وذلك تزامنا طبعا مع الاحتفاليه المميزه لافتتاح طريق الكباش التي تمت بالامس وابهرت العالم اجمع. هنلتقي بهم، هيكون معانا مرشدهم هيحكي لنا اكثر ويقول لنا انطباعهم في زياره محافظه القدر. اهلا بكم استاذ سحر، اسمي محمد جميل، اهلا بيك. واحنا طبعا جينا هنا في اليوم بتاع اليوم الجميل اللي هو في افتتاح طريق الكباش. المجموعه طبعا حبت انها تقعد في قهوه وسط الناس ويبقوا يشوفوا الحياه المصريه ويجربوا المشروبات المصريه، ومشينا في وسط السوق. فطبعا اسالهم على رايهم طبعا في الرحله. ف Luxor and the general idea about your tour in Aswan. The tour of Egypt is means the dream tour for me. I have come here for fulfilling my dream. And this city, Aswan city and Luxor city, it's very, very nice. I have Mr. Navi have give us the entire things very systematically. We have seen more monuments and other shrines, and it's very exciting, very good. And today we have asked him to give him the taste of Turkish coffee, and he has arranged it. Thanks, Mr. Nava. قال يا فندم اوكي هو قال ايه بالظبط؟ هو طبعا قال ان هو انبسط جدا في الرحله، وان هو شاف حاجات جميله جدا في المدينه. وطبعا هو اللي عجبه حاجه جميله جدا، هو كان دايما بيسالني ان هو يشرب قهوه تركي. طبعا احنا جينا هنا عشان نشرب القهوه التركي، فهو مستمتع جدا بشرب القهوه التركي اللي هو كان بيسمع عليها. طبعا هو بيقول ان هو كان بيحلم بزياره مصر دي من فتره كبيره. وطبعا الحمد لله ان هو حصل الموضوع ده ليه. كده كان بالنسبه له مصر بالنسبه له حلم للزياره. والحمد لله كويس ان هو جه في اليوم كمان اللي هو بتاع افتتاح طريق الكباش. وده كان طبعا شيء مميز قوي ان هو يشوف الحفله ويشوف الحدث الكبير اللي حصل. احكي لنا يا فندم طبعا انطباعهم وحضرتك بيشغلوهم في المعابد والاماكن الاثريه في الاقصر، والنهارده زي ما قلت حضرتك ان هم شافوا معبد الاقصر بعد الحفل العظيم دوت. هم طبعا شافوا اللي حصل طبعا في مدينه الاقصر، وشافوا طبعا نقطه الافتتاح، والفكره نفسها في الحدث جميله. وطبعا هو طريق الكباش ده شيء مميز قوي، وده طبعا باذن الله هيشجع لنا السياحه بطريقه جميله جدا. ونتمنى ان هتيجي ضباط اكتر واكتر، وده هيزود لنا طبعا الافتتاحات الجميله اللي بتحصل دي. طبعا حاجه جميله لينا جدا، ونتمنى ان السياحه تزيد لينا. وده طبعا بيبقى انطباع عالمي للعالم كله، وبيدي شكل جميل للبلد بالشكل ده. في حد فيهم تاني حابب يتكلم على تلفزيون اليوم السابع؟ ممكن تسال بنت صغيره. What do you like now about the tour? Do you like the tour until now? Very much. And did you study and did you read about Egypt and the pyramids? Yes, before I came to Egypt, I have seen these things on YouTube. On YouTube? Yes. And then now you are happy with it? Yes. Thank you a lot, you know, so it is. And the cruise part was the best. هي طبعا بتقول لك ان انا كنت بحلم بيها وشفت حاجات جميله في الرحله. وطبعا اجمل حاجه انها عملت رحله المركب الكروز اللي هي من الاقصر لاسوان في النقطه. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا لكم مشاهدينا، كنا معاكم في لقاء سريع مميز مع احد الافواج السياحيه الهنديه من دوله الهند. قدموا لمحافظه الاقصر للاستمتاع بسحر الحضاره المصريه القديمه. التقينا معهم يعني قبل دقائق قليلة من توجههم إلى استكمال رحلتهم على أحد المراكب السياحية في محافظة الأقصر. ويزالك الزيارة المميزة بتأتي تزامنا مع الحفل العالمي الذي تم بالأمس في معبد الأقصر، وكان بافتتاح طريق الكباش طريق المعتبة الكبرى بالأقصر. ومما يبشر طبعا زي ما انتم شايفين بمشهد مميز، الأجانب المتواجدين في المقاهي بجانب المصريين، والكل بيعايز يعيش الحياة المصرية في قلب الأقصر. كان معكم من مدينة الأقصر أحمد مرعي، مراسل تلفزيون اليوم السابع.